ذكر بخير افضل دائما ذكر بخير افضل دائما ذكر بخير افضل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقه جديده وفي ختام اسبوع من فقرتكم فقرة غدوة المعتادين على الظهور إن شاء الله دائما على الساعة الرابعة، ولكن اليوم صار في تأخير بسيط. نكرر الترحيب فيكم وأنتم تستاهلون الترحيب، ونستقبل اتصالاتكم على الشاشة. راح ناخذ منكم 3 اتصالات، أيضا راح نستقبل تغريداتكم على الهاشتاج سكريبت 78 اليوم. إن شاء الله أنها تكون حلقة خفيفة لطيفة عليكم، يكون نهاية أسبوع أو تكون نهاية أسبوع موفقة بإذن الله. ابو علي سعد الله مساك، طال عمرك، كيف الحال؟ حياك الله. احنا وقت حر يا ابو علي، ونبغى المطر ونبغى الاجواء الزينه. وين جايب الله يبعث الخير؟ جايب لنا غبار اليوم، الله يسعدك. وش الكلام؟ عجه مو عجه. اها، مو بالغبار يعني؟ عجه مكسوره، مش عجه مفتوحه، يعني اكله. انا توقعت ان غبار اكله يعني. اسمع عجه. اها. نبغى نرحب بالشباب. اول مرحبا سلطان حميلي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طبعا سلطان تو جاي من الرحله الرفحه بخصوص الجمعية وبخصوص الوقت، والحمد لله على سلامته وبهاج. أيضا رحب ريان العامري، نواف العتيبي. اليوم ستايل واللوك حق نواف حريق على قولتك. الله يطول عمرك. أبو علي، هلا. نبغى نعرف الطبخة. الطبخة أتوقع ما يحتاج ننظر بهاج، الطبخة سهلة. سهلة جدا. حلو. الطبخة بتعتمد أول شيء رقم واحد على البيض. البيض راح معليش بس بقطعك أبو علي. تفضل. وش سالفتك أنت؟ بشو؟ امس فطور واليوم فطور. ايه لازم الاكلات تكون سريعه، تكون الله يعني. انا شايف انه الحلقه خفيفه بسرعه. حلو. نجيب اكلات سريعه وسلسه يعني، عشان يعني المتسابقين ما يطفشوا من الاكل. ولا انت ناوي الا تزرع فكره انه المعده ما تدري تاكل اي وجبه في اي وقت؟ لا، انت انا قايل لك امس الشباب عم يصحوا الساعه 3 الساعه 4 يعني فطور، هي وجبه فطور له. حلو. متضامن مع بنفس الوقت يعني، ما بتاخذ وقت كثير يعني 20 دقيقه يمكن، بعتقد ربع ساعه 20 دقيقه. يلا نبغى شرح للساده المشاهدين والمشاهدات وللشباب ايضا في نفس الوقت يعني. نعم يلا بينا. قلنا العجه بتعتمد على البيض، البصل، البقدونس، ثوم قليل من الثوم، الدقيق مع البيكنج بودر. حلو. البهارات حقتها كمون وفلفل ابيض. طبعا بتصير بزيت الزيتون او الزبده، انا عندي زيت زيتون. جميل. اول حاجه راح ننزل البيض في الطاسه هذه، بعدين نفرم البصل قطع صغيره مره، هو والبقدونس والثوم. بالفرامه ولا بال بالسكين؟ ما عندهم فرامه. حلو. راح ينعموا البصل مع الثوم مع البقدونس بالسكين. نعم. البيض بالطاسه. البيض بالطاسه. نعم. نعمت البقدونس والبصل والثوم، اضفته على البيض، واضفت البهارات اللي هو الكمون والفلفل الابيض. جميل. كله؟ ايه كله. الكميه اللي حط لك اياها. الكزبره نقطعها؟ هذا بقدونس مش كزبره، بقدونس ناعم مع البصل. دقيقه مع الثوم. نقطع البصل. ايه نعم. انا من زمان على المطبخ ذي كم يوم. اي هذا تو جاي من سفر يا ابو علي. نقطع البصل. المفروض يصير له ترحيب خاص. نقطع البصل. مع البقدونس. طيب. مع الثوم. يا سلام. تقطيع ناعم، قطع صغيره مره. حلو. وتضيفه على البيض، وتضيف البهارات. الدقيق هذا راح تاخذ منه ملعقتين الاكل كبار، مش كل كميه الدقيق عشان ما تطلع مناش في معنى. طيب. انا حاطط له شوي بيكنج بودر، يعني ربع ملعقه صغيره بيكنج بودر. حلو. مع الدقيق يعني بخليها جهزها. البيكنج بودر ايه بخليها تنفش. جميل. نحط ملعقتين دقيق. ايوه بجيب البايروكس، هذا جيب لنا البايروكس لو سمحت. الدقيق نحطه على البقدونس والبصل والطماطم والبيض والثوم كله على البيض. طيب تمام. طيب نخفقه بشكل صحيح، بنحركه بشكل صحيح، بيخفق كله يجمع. ايوه نريحه دقيقتين، ونصب 3 ملاعق زيت زيتون. ارحب 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 ارحب. يلا حي يلا حي شلالو ما تعب. يلا حي يا مرحبا. يلا حي يلا حي يلا حي. هلا والله. اهلا بهاج. يا مرحبا يا مرحبا. شلونك؟ الله يبارك فيك. مرحبا كيف حالك؟ شلونك؟ كيف حالك؟ يا سلام. كيف حالك؟ ارحب. معليش بس وقت مستقطع، دقيقة نسلم على بعض. يلا حي يلا حي. كيف الحال؟ الحمد لله على السلامة. ساكن طيبين شلونك؟ يلا حي. كيف الحال؟ بشرك كل اشتغل. شلونكم؟ والله بخير. خلاص يا شباب العلوم تاخذونها بعد فترة. اوكي نكمل الوصفة. طبعا نضرب المكونات كلها هنا بالخفاقة، نضربها نخفقها بشكل صحيح. حلو. مندهن الصحن هذا حق الفرن بزيت الزيتون 3-4 ملاعق، ما في مشكلة، ومنصب الخلطة، بيكون محمي الفرن على درجة حرارة 200، وبدخلها 10 دقائق بتكون جاهزة.
بالفرن. اخر زيت واضح يا بهاج سوزي كذا زيت. اي ثلاث ملاعق يكتب قصيده زيت ثلاث ملاعق زيت احط الاغراض. اي نعم. نعيد المكونات للمره الاخيره: بيض، بقدونس، بصل، ثوم سنين، الدقيق ملعقتين، بهارات شوي اللي هي الفلفل الابيض والكمون. البهارات نحطها معها؟ اي مع البيض. الزيت ما نحطها الا اخر شيء. ثلاث ملاعق على الصحن مش على البيض. ممتاز تمام. جاهزين هيك؟ جاهزين. الحين نقطع البيض. بدك تقطع البيض؟ نكسر البيض ونفقشه ونخفقه الطاسه. لا اسحله. حلو. ونقطع البصل والبقدونس معه والثوم. والثوم. ايه. ونحط البهارات والدقيق بعدين نخفق. ايه. ملعقتين دقيق مش كل الدقيق، ملعقتين دقيق كبار. ملعقتين دقيق كبار. طيب يعني ما نحرك البيض لين نحط الخلطه كلها. ايه بعدين نخفقها كلها مع بعضها. نحطها بالصحن 10 دقائق. ايه يصير عندك خليط سميك مثل خليط. طيب وش مثل خليط الكيك. هي تشبه الكيك. عرفت؟ حلو. بس تحب تشارك المقاطع لها ولا ثلاث ايام. حلو حلو. حلو. إيه لازم ترى نعطيهم فرصه اكثر الشباب اليوم عشان السفر. اي متعطشين. بالعكس اللي بيسافر وبيرجع بيكون متنشط. كم يا يدي كتف كتف. ما 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 نفع. ايه بهاج ما نفعت نصايح ركان. اي والله منع النظاره من الفقره. اوه صح. خلنا يجلس خلنا. انا مطلع نظارتي. طيب كم يكفي وقت يا ابو علي؟ 20 دقيقه. 20 دقيقه واجد. كلها اخلطها مع بعض وحطها بالفرن 10 دقائق. معلش عشان تاخذ من الفرن تاخذ لها 10 دقائق. لا تهاوش انتم حبايب لكم ثلاث ايام. طيب انتم حطيتوا الفريق واحد. جهزوا لنا 20 دقيقه. التايمر جاهز على الشاشه. نلبس ابو علي نلبس الطاقيه. ايه عشان الشعر. 3 2 1 التايمر بدا يا شباب. شدوا حيل. هذه هي اجعجوها على قولتها. لا حمراء. يلا يا شباب حمراء. ابغى اتصال اذا تسمح لي. ممكن؟ الله يسعدك. عطني اتصال ابغى افتتح الفقره باتصال. نقول الو ولا ما نقول؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. سعد الله مساك. طال عمرك. مساك. اسمك من وين؟ اسمي ريما من حايل. يا اهلا وسهلا بهالحايل. نبغى معلومة، فائدة، نصيحة، كلمة توجهينها للناس اللي يتابعونا خلف الشاشات أو الشباب اللي معنا في المطبخ. يا أخت ريما. أقول نبغى كلمة توجهينها للناس اللي يسمعونك أو الشباب المتواجدين معنا اليوم. ألو؟ عندي معلومة أن أطبخ مدينة عاد. ما نسمعك. يا أخت ريما تسمعينا؟ إيه موجودة موجودة. أقول كلمة توجهينها ونصيحة. إن حافظ على صلاتكم ونقاطكم ولا تهنون بجمهوركم أبد لأن لا تعب حنا نصوت ولا يرشح. يا سلام. الله يعطيك العافية واكتب أجرك. الخمسين نقطة تهدينا لمين؟ بهاج. يستاهل بهاج. وشاكرين لك. طيب الله يبيض وجيههم ولا يهين. أنت الحين لك ثلاث أيام المفروض ما تاخذ ولا نقطة. أنت السلطان إن شاء الله. ما يصلح الكلام هذا. حاجة النقاط. لا أنت تصدق أن إبراهيم قام ماني فيه أنا السلطان. ليش؟ صاحي أنت. كيف؟ كان ليش لا يوم الجمعة. يوم الجمعة من إبراهيم. اللي يروح رفحة ما يدخل إبراهيم؟ ما يدخل إبراهيم. طيب بما أنكم جايين متعطشين وشفقانين خلوني أبدأ من عند بهاج. أبسألك سؤال يا بهاج. سلام. لو لم يكن هنالك فقرة أو فكرة برنامج واقعي كيف ممكن بهاج يصل إلى الجمهور؟ ولا مكانك راوح ما راح أحد يعرفك ولا تعرف أحد؟ والله سؤال صعب؟ لا مو سؤال صعب. أنا
عندي سناب من 2015 حلو اصور وجات وكل برنامج جديد تلقاني ما 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 عرفت انا الحاضر يعني قصدي لولا الله سبحانه وتعالى ثم البرنامج بهاج شخص يعني ما هو معروف على مستوى جماهير او مجال نعم اي بالله يعني طريق مختصر شق الكلام نعم اي بالله يا سلام تستاهل والله القبول تستاهل الطيب ربي وكل شيء طيب سلطان لبيك عم الحزن عم الحزن قلبي قبل مدامعي تعرفها عم الحزن قلبي قبل مدامعي لا والله ما اعرف ما تعرفها لا والله طيب يلا أبيات برشت فيك أنا كل حلقة أطلب من قصيدة وتقول ما حفظتها يلا هذه مطلوبة من جمهورك طلب خاص وجهزوا لي الصور اللي راح نعرضها يا محمود إذا جاهز أعطني خبر نبغى كذا القافيل ناسي القراية يا سلطان لا بس راجع الأبيات وشوف إيش حقك كيف العجة مع الشباب يا ابو علي يا شباب الملح لا ذكرناها ما في اكل بدون ملح ترى في ملح ها ايوه كيف شايف تقطيع نواف العتيبي يا ابو علي والله لا باس ما هو بجيد ولكن لا باس لا باس طيب شيء جميل حمام هذي غرد يا سلطان اعطوني صدى سلطان يستاهل راعي خطوه طيب عم الحزن قلبي قبل مدامعي السلام والصوت من شدة البكاء تحشرج مسكت قلمي وسطرت مشاعري والورق لم يحتمل الرثاء فتقطع والحبر عاندني ومنع عواطفي كماء انقطع من البئر فتقشف فقدت جدا يحنو علي وعلى إخوتي وفقده ما كان عادي والله مرا يشتاق قلبي قربه ومحاجري تود رؤياه فيا ليت ظله حقا سألت المولى أن يستجيب دعائي ويجمعني به في جناته عمرا يا سلام يا سلام يا سلام وش الصوت الرخيم الله يطول عمرك ويخليك مبدع يا سلطان عطوني رسالة سلطان اللي من فريق دعمه على الشاشة أبغى سلطان يتقدم ويقراها إذا ما عليك أمر يا سلطان لا يكون تذكرة لا 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 هذه شوف شوف قدم خلي لي الصورة يا أبجيهم أبجيهم محمود بهاج تقطيع ناعم أصغر شيء أزهله مرة مرة طيب أنا رايح بس للتغريب دقيقة بس الله يعافيك كيف أمورك أقراها بصوت عالي أقراها بصوت عالي طيب يقول إلى ابننا سلطان ذهب الكثير وبقي القليل أبدعت وتألقت في الأيام الماضية حافظ على صلواتك وتقوى الله أولا وأخيرا ومراقبته في السر والعلن حافظ على جهدك وإبداعك ورصيدك في الأيام القادمة وبما أننا شارفنا على النهاية واقترب الختام نصيحة وطلب لك مننا بعد البرنامج عليك بتقوى الله دائما وأبدا وحافظ على رصيدك الحقيقي وهم محبيك وجمهورك وزملائك المتسابقين نريد أن نراكم إخوة متحابين في الله كما كنتم أثناء البرنامج وفقكم الله يا سلام هذه طبعاً سلطان طلبنا من كل فريق دعم يا سلام يا سلام كلمة أو طلب توجه للمتسابق بغض النظر عن دائم تصير تغريدات وهذا الشيء اللي كتبوه لك يا سلطان قريته وش تعليقك عليه عشان تعرف أن لا قلنا السند الحقيقي خير دليل أنهم يوصوني حتى بعد البرنامج تقوى الله والمحافظة على أخوة أخوياي يا سلام سهم سلطان والله العظيم ثم والله جميلهم في سلطاني لين يموت تستاهل. والله العظيم وإني لو وقف من هنا إلى آخر يوم بحياتي ما وفيهم شيء من اللي يقدمونه الله يبيض وجيهكم يا سلطان وبيض الله وجه فريق دعمك شكرا لهم على تعاونهم الله يسعد هالتنويع في الفقرة الله يسعد الوجه الله يخليك بيض الله وجيهم ها أبو علي في تنافس ولا ما فيه تنافس شديد أكيد إيه بيغبر المطبخ ناوي على الخضار يا ابو قصدك عشان عجه عشان العجه انت لخمتني يوم قلت عجه معني تراي من الناس اللي يحبونها ويطلبها دايم فطور يعني هي وشين هي العجه هذه انا والله اني بيض وما فطور نواف العتيبي يقول لو لم تقبل ببرنامج واقعي وين ممكن تكون والله في المشهد
جالس واطقطق في شو تسوي بالمشهد؟ اتابع مسلسلاتي وافلام نفس ما انا كنت يعني. طيب بسالك سؤال ثاني، يعني هذا جواب كانك تقول لولا الله ثم البرنامج يعني ما عرفت. اي اكيد. جميل. طيب وش الشيء اللي ممكن يساعد نواف في تخطي حدث مزعج حصل خلال يوم؟ يعني اذا صار لك شيء مزعج بيومك كيف تسوي؟ وش الشيء اللي يساعدك يخليك تتخطى؟ والله شوف، هو شيء اثنين. هو شيء اثنين تيرا بولي كاثنيب تي. هو شيء اثنين ان شاء الله. حلو. ممتاز. الاول امي والوراعين الصغار. ممتاز. ثاني شيء لاتيه. والله العظيم ما هي مقصوده والله ما هي والله ما هي مقصوده والله انها هنا والله ما هي مقصوده والله بس يعني الله يسامحك الله يسامحك. انا قهوه تروق بي والله. في الرساله من فريق دعم نواف العتيبي جاهزه؟ آه بهالطاري والله. عطنا اياها على الشاشه. تقدم يا نواف اقرا الرساله زي سلطان قبل. ايه فاضي ما عندك شيء. فريق دعم نواف العتيبي، لا دعم نواف العتيبي. نواف نبيك تشد الهمه، جمهورك يبيك لين النهائي، شد الهمه، الهمه كثر من سوالفك وشعرك، حافظ على نقاطك وابعد عن الخصومات، لو تشوف وش كثر محبينك كان قلت ابشروا ابشروا بسعدكم، حنا عارفين انك مقصر دائما تودعنا توعدنا توفي بوعدك. طلب اخير يا نواف يا النجم الاستثنائي، شد الهمه شد الهمه، راح الكثير بقى القليل، اظهر كل ما عندك، ابدع، سواء سوي اللي انت اللي تبيه، سوي فقره خاص فيك استضيف فيها اخوياك، سوي لهم جو، العب معاهم لعبه حلوه، وفي الاخير حابين نقول حنا معك في كل حين يا رب يا رب، املنا فيك يا رب، يرزقك بمركز يا رب، اهم شيء الصلاه لا تغيب عنها، هذا اهم شيء، اثرك الطيب يبقى يبطل يبطل الله يا بطل يا بطل، الله يوفقك ويرزقك بمركز تفرح منه يا رب، كل املنا فيك يا نجم الاستثنائي انت قدها، الله يجزاهم خير، الله يجزاكم خير وعلى هالرساله الطيبه، وابشروا بالسعد ان شاء الله. بس 300 سطر كاتبين لك تعبانين. خير الكلام. ترد عليهم خير الكلام. لا هم ما يبون، ما يؤمنون بالمقوله هذه، يبونك توجه لهم رساله وكلام، زي ما تعبهم يكتبون تتعب وانت تسولف الحين. يلا ما ادري. طيب اول شيء الله يجزاكم خير، اول شيء الله يجزاكم خير على الكلام اللي تقولونه. ما في شيء زياده. لا مو انا بس بفعل، انا ماني بساكت، فعولي اللي بتطلع خلاص. هيدا قلنا سولفنا خلاص الحين فعول. كفو بس يلا مشينا مشينا. طبعا طالبين منك 3 شهور يا الغالي. وش هذا؟ تكفى انا طالب والله. خل على الله يعني. لا تقول شيء كذا، الله يقطع بليشك يا ولد. يلا ابدا خش فيها على طول. قد قلتها 3 مرات هنا خلاص. نبي يبون يسمعونها يا اخي. في ناس كانوا نايمين وقتها، في ناس كانوا بالدوام وقتها، ليش تحرم الناس يا اخي؟ بخلان عليهم بلسانك تتكلم حتى هذا بعد ما راح تنفذ. ايش رايك لو اقول قصيده؟ يلا قل قصيده. عندي هنا كتاب جاب من فريق دعمي. طيب تصلني وتجفاني، وش هذه بعد؟ تصلني وتجفاني ما ادري والله. انا لقيتها الجفا دائم بس، غير كذا ما عندي شيء. تبي تسمعهم شيء جديد يعني؟ اي هذا جاني امس من شو اسمه؟ من لا اله الا الله، من فريق دعمي. حلو. فلازم اقراها ان شاء الله. في شيء جاهز؟ الحين هذه والله كلها اقراها من غير اقراها كذا. يلا. طيب هذه هنا واحدة. اعطوني صدى لنواف يستاهل. شو اسمه؟ هنا واحدة اسمها خزامة. حلو. ممتاز كاتبة كلام لازم اقوله يعني. تستاهل. يقول هنا: أتمضي وحيدا بين الغيوم وحولك تلك النجوم وتحوم، ألست تخاف سواد الليالي وتخشى الظلام عليك يدوم؟ فلما أجبت بصوت حزين شعرت بحزن وذقت الهموم، فعيبك أنك قليل الكلام وعيبي بأني صديق كتوم. ما هي براف يا ابو محمد. جيب كيف جيب كيف انت رايح الرابع جايب الناس عيد لك يا ابو محمد. يلا عدا خل بهاج يلعب عليها راب. يلا خلي مجي جنبك. أتمضي وحيدا بين الغيوم وحولك تلك النجوم وتحوم، ألست تخاف سواد الليالي وتخشى الظلام عليك يجوم؟ فلما أجبت بصوت حزين شعرت بحزن وذقت الهموم، فعيبك أنك قليل الكلام وعيبي بأني صديق كتوم. يا سلام. صح لسانك يا سلطان ما قصرت.
سلطان سلطان نواف يستاهل الرابع حبيبي داخل تبي تقول قصيده انت ما ادري والله انا قريت شيء كذا بس جازت لي والله بس ترى ابو علي قال الخفق يكون يعني انا نسيت يعني بلطف لطف ايه انت عمي دفش يا اخي ايش اسوي انا والله ان وجهك بريء يا نواف لا تسوي نفسك دفش بالغصب يا اخي طيب يعني ما تصنع ما هو براكب عليك تم تم الله يسعدك يا حبيبي ترى باقي سبع دقائق يا شباب ونخلص في ذمتك والله كيف تكفى مانا دقيقه تكفى عطني تكفى تكفى وانتم كيفكم ريان تعال هنا شوي هنا طلب يقول نبي ريان يلقيها ورجوت عيني ان تكف دموعها يوم الوداع نشدتها لا تدمعي يوم الوداع نشدتها لا تدمعي اغمضتها قيلة في ذوق امطرت ايقنت اني لست املك ادمعي رايت حلما رايت حلما السلام من ودعتهم وبكيت من الم الحديث من هم السلام يا الذائقه نبغى الصوت ذاك الفخم ورجوت عيني ان تكفي دموعها يوم الوداع نشدتها لا تدمعي أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت أيقنت إني لست أملك أدمعي ورأيت حلم إنني ودعتهم فبكيت من ألم الحنين وهم معي يا سلام أي والله صح صوتك يا صح ريان الذين حملتهم في أدمعي الله سلام. لو نطلب من تسجيل نص معين وما عجب اللي يطلبه إيش بتكون ردة فعله لو انطلب منك ايوه يعني اللي هو الفويس اوفر جاك شخص وطلب منك تسجيل نص معين طيب وسجلتها وارسلتها له وقال لك مو بحلو ايش راح تكون ردة فعلك انت رفض مني ولا باقي يبغى انت هو طلب منك يعني سامع صوتك وجايز له اعطاك نص قال لك القى يوم القيته وارسلته للشخص هذا الفويس اوفر قال لك مو بحلو صارت معي مره ما هو نفس الفكره بس انه انه قدرت اني اعطي اكثر من فويس اوفر يعني في فكره لقاء ثاني فاتت الفكره الاولى ما عجبته والفكره الثانيه عجبته يا سلام يعني عادي ما تتحطم لا لا عادي طيب اعطوني رساله ريان العامري على الشاشه ريان تفضل للشاشه اقرا وعلق وتعال اخلط زين لا تصبها عندي كلها كلها ما غير الزيت اعطيك هذه الله يحييك يطول بعمرك سم رساله هنا يا ابو اي قدم الى الشاشه اوه فريق دعمي اللي والله اني احبهم جدا الله يسعدك يسقيك يقول ابدعت وتميزت وتالقت وحضورك دائما جميل نبغى منك تسوي فقره صباحيه وتسوي كاركتر جميل الريان وتطلع لنا بموهبه او تطلع لنا موهبه تقليد الاصوات اللي عندك وكثر من القصص الجميله والممتعه واصل وحنا معك خلفك دائما وابدا وانتوا لولاكم انا ولا شيء تعليقك يا ريان رسالة لفريق دعمك بما أنهم وجهوا لك الرسالة زي ما قلت لك أبد قبل شوية تقول لي آخر الجملة كاتبين لي خلفك دائما وأبدا أنا أقول لهم أنا ولا بدونهم ولا شيء تستاهل والله الدعم الطيب يا ريان بهاج فريق دعمك واضح أنهم زعلانين عليك ليه حاطين لك رسالة ظاهر سطرين بدي ثلاث سطور بالله ولا أنهم هم معقولة خير كلام ما قالوا عدل ظني ها ما يحبوني كثير اعطوني رسالة بهاج على الشاشة ها راح يقراها بهاج بس لا تقراها لين توصل لين قليلة نتمنى تواجدك بكل صباحية ما بقى شيء على نهاية البرنامج شد حيلك وراحي الكثير ما بقلل القليل يا بيض الله وجهكم شوف فريق الدعم الصاحي شوف فريق الدعم اللطيف شوف فريق الدعم الخفيف ترى الذرابة دائما ما تدرس قد شفت لك مدرسة فاتحة للذرابة واللطافة ما في الإحساس والذرابة واللطافة ما تدرس ترى فريق دعم بهاج لك بدي نعم أول مدرسة أما سارجيل اللي كذا قصيدة زي خوينا ذا سلمة مؤتمر صحفي يتكلموني يقولون سماد يقولون أنت وأخوياك لا تفرقون ناس همهم المعرفة يا سلام ناس تقدر المحبة والأخوة وكل فرق الدعم بس هذا ما يقدر هذا طلعت بعد ثلاث أيام هم يدرون أبى مسحها من الذاكرة
بالله انك تحسبت يا صالح مع الجميع يتمنى توفيق الجميع. والله ما بدك دعم ام سالم قسما بالله. شفت فريق دعم من؟ ولا فريق دعم ام سالم. سلطان الهمين. شفت؟ انا اشهد له وان شاء الله بالبنات. فريق الدعم الشراني يا نواف. من غير قصور. والله ما خاف يقلبون علي. تعال تعال. يلا يا شباب ترى ما عاد باقي وقت. والله ما اسرع. اعطوني الاتصال الثاني. اذا جاهز. درجات. فكري منك. نقول الو ولا ما نقول؟ طيب بس اثنين ونص كم حطيت لك؟ الله يرفع عنك شباب. هي ترى ما بهوشه ترى طبخه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دقيقه بس بنسمع متصله هوشه بعد الاتصال. اسعد الله مساك طال عمرك. مساكم. اسمك من وين؟ عهد الجهني من المدينه. يا اهلا وسهلا باهل المدينه. نبغى نصيحه فائده معلومه تذكرينها لنا وللناس اللي يتابعونا. من قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنه قرأ القرآن كاملا. يا سلام الله يكتب أجرك ويجزاك خير. ال50 نقطة تدينا لمين؟ الأخوي سلطان حميلي. يستاهل. وجهك عهد يعطيك العافية. شكرا لك على اتصالك. يعني ما خلص. يستاهل يا نواف. أنا يوم جيت أقول نواف قبل شوي قلت سلطان والحين بقول سلطان قلت نواف. لازم أسوي عدل عرب. كلنا واحد. إيش رأيك بالمخرج؟ عبود كلنا واحد. زين يلا يعطيك العافية. يلا نبي نسحب ما اخذنا ولا تغريده اليوم. راح نسحب على 3. والله اني قايلك اتركها جميع نشوف من نصيب من اول تغريده. بهاج الاكلبي 50 نقطة. تستاهل يا بهاج. تستاهل الطيب. تستاهل الطيب. انا قطعت هذه تذكره نوام. اه برضو للوقف. ترى باقي 10 ثواني يا شباب. بهاج الأكل ب50 نقطة. وارفع يديك. ارفع يديك. ارفع يديك. ارفع يديك. ارفع يديك. كلكم. بيض الله وجهك. والله انت والله ان شاء الله انت نزلها. حتى نظيف. ايوه خلاص. لا حتى يدك ما تغسل. لا معليش. معليش. طيب مو منك فايده انت. الحين شو السالفه؟ ما درينا ان الوقت انتهى. احنا غسلنا يا ابو علي. اليوم الطبخه تمشي 2,000,000. حتى التغريدات ما سحبنا الا واحده. وش السالفه؟ ما درينا ان الوقت باقي. باقي 6 شلون كيف؟ انا سمعت اسمي واجد كيف ما سحبنا الا واحده. اثنتين. واتصال 3. 150. ها ابو علي. الطبخه ما دخلت الفرن يا ابو علي. شو نسوي الحين؟ طبخاتنا خلاص هلا بالفاصل تطلع جاهزه. ابو علي طبخاتنا خالصه مليون. نعم. لا تدخلها. دخلتها الفرن؟ لا قال لي لا تدخلها. لا خالصه بس متى؟ متى؟ لا 5 دقائق. لا 5 دقائق بتحتاج 10 دقائق بالفرن. لا في نفسك ولا تضيع تعبك. طيب ابو علي بالوقت خسرته الفريقين خسرته. نمدد الوقت ولا ندخلها في الفاصل؟ لا خلاص انا بدخلها. خسروا بالوقت الفريقين كلهم. كيف خلصنا؟ احنا خلصين؟ انت قلت لي لا تدخل. قلت لك لا تدخلها بس بتاخذ 10 دقائق بالفرن. 5 دقائق بدها تطبخ بالفرن؟ عادي يمكن تزيد. انت صحنك يا سلطان على الطاوله وباقي 7 دقائق والطبخه تبغى لها 10 دقائق. جيته قال لا تحطها. يمكن 7 دقائق. لا تحطها لانه مو حامي الفرن. شوف تاخذ بالفرن 10 دقائق وانت اعطيتني اياها قبل ما ينتهي الوقت. طيب 5 دقائق. قلت لك فرننا طافي. قلت انت لا لو سمحت حقنا انسلى. دقيقه بهات. دقيقه. قلت يا ابو علي فرن طافي. قلت انت لا ما يحتاج الفرن ذا تجيبها لي. خلصت جيت قلت هذا بحطه. قلت انت لا تحطه الحين. قلت لك لا تحطه بس باقي من الوقت كم؟ 5 دقائق. العجه مستحيل تنضج ب5 دقائق بالفرن. طيب الحين اعطونا حق. لو اعطيني اياها قبل 10 دقائق اوكي تمام انا معك. نص الوقت يعني. الوقت. والله باج في سجال قوي بينهم. انا بس اطلعوا فاصل ونتعالم احنا وياكم. نتهاوش بالفاصل ابو علي ولا نمدد 5. الصوت يا شباب الصوت. لا ما نمدد انا. ولا نمدد 5 دقائق. لا حطيت اشاره ضرب. يعني نطلع فاصل والاكل يدخل الفرن. ايوه كذا الحل المناسب. ايوه باقي لهم 3 تقييمات طعم شكل نظافه. نظافه خلصنا تمام. نظافه خلاص. اجل يا مخرجنا يا عزيز عطنا فاصل قصير جدا. لا تبعدون عن الشاشه شوي وراجعي لكم سكون. دايما سكريبت الافضل يا احسن.
خلني اقول لك شيء يعجبك، انت ممثل او صوتك حلو وعندك جروب جالسين تقدمون عروض مختلفه، ايش ما كان العمر وايش ما كانت الموهبه، انا هنا عشان اساعدك انت، عطني يدك وخلينا نطلع للمسرح سوا. تحقيقه ويزيد المع طريقه، حلمك معانا يكون واقع ويصبح حقيقه. جات كافيه، جيناكم في الرياض حي الندوة وبقائمة من أفضل أنواع القهوة، حيث يمكنك الاستمتاع بتناول قهوتك المفضلة بمذاق لا يقاوم. بالإضافة إلى ذلك يقدم الكافيه مجموعة من أطباق الحلويات اللذيذة والمتنوعة وجميع أنواع المشروبات الأخرى الباردة والساخنة. ننصحك بتجربته والاستمتاع بهدوء المكان وخدمته المميزة. الحمد لله دائما وابدا جينا نشارك في برنامج دنيوي، توجهاتنا جميعها دنيويه، فاذا بي اتفاجأ باني اكون سفير لجمعيه رغم برفحة لوقفها القائم في مكه المكرمه في اطهر بقاع الارض، دعم اليتيم، وكلنا نعرف من اليتيم، اليتيم اخونا، اليتيم ولدنا، اليتيم جزء لا يتجزأ من المجتمع، اليتيم يستحق منا اكثر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. 300 ريال كفالة يتيم بإذن الله أنت صاحب النبي في الجنة، وأجرها يمتد معك من يوم كفالتك إلى يوم الدين. أرجوك ساعدهم. الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام برفحة تدعوك للمشاركة في رعاية الأيتام بمكة المكرمة في ذلك الوقف العظيم وذلك البناء الذي يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، بصدقتك وبإنفاقك وبعطائك وببذلك وبجودك، فساهم معنا في هذا الوقف، وخصوصا وهو في حدود الحرم، فهناك في تلك الأماكن الفاضلة تكون الرفعة والمنزلة العالية لك عند رب العالمين. صدقتك بـ300 ريال فقط تأخذك إلى جنة عرضها السماوات الأرض، بل إلى رضوان الله وإلى رحمته. السلام عليكم. للمساهمة في وقف اليتيم بمكة من خلال متجر جمعية رعاية الأيتام برفحة، ادخل على رابط المتجر، بعدها اختر باقة تبرعك، عنك بـ300 ريال، عن والديك بـ600 ريال، عن أسرتك بـ900 ريال، أو اكفل مترا مربعا بـ3000 ريال، أو اكفل بناء شقة كاملة بـ300 ريال، أو اختر أي مبلغ تريد المساهمة به من خانة التبرع السريع. اختر طريقة الدفع المناسبة لك، يا أما أبل باي أو بطاقة بنكية، ثم أدخل رقم جوالك وأكمل التبرع عبر أحد الطرق التي تناسبك ليتم الخير بنجاح وتصير كافل للأيتام لمدى الحياة، وتقدر كمان أنك تهدي تبرعك لمن تحب من خلال الضغط على خانة إهداء المشروع، وهديتك توصل لمن تحب في الوقت اللي تحب. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم لكم عن شعوري وأنا سفير الوقف. يعلم الله أني شخص جدا سعيد لو أطلع من هالبرنامج وما أخذ أي مركز. يكفي أنك كنت يوم من الأيام سفير هالوقف هذا، وبرسل لكم رسالة يا جماهير الواقع، أو رسالة بشكل عام، بادر واعط واقتنم الفرصة. تذكر دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تكون برفقته في الآخرة، ما هو بالدنيا، بكفالة يتيم.
تذكر حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنا وكاف اليتيم في الجنة كهتين، بادر واغتنم الفرصة. يا جماعة الخير، أنا فرحان كثير بإني أوصل لكم هذه الرسالة، وقف اليتيم بمكة. ما أعظم هذا الوقف، أنك تتصدق ب300 ريال تكفى اليتيم اللي مدى الحياة، وتلقى أجرك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. تبادر وتصدق. السلام عليكم. المساهمة في وقف اليتيم بمكة التابع لجمعية رعاية الأيتام برفحة عبر مباشر الراجحي. ادخل لتطبيق مصرف الراجحي واضغط تحويل، ثم تحويل لجمعية خيرية. اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية. اكتب في خانة البحث جمعية رعاية الأيتام برفحة. اختر حساب وقف اليتيم. اضف المبلغ الذي تريد المشاركة به، ثم اضغط تأكيد. ستصلك رسالة تأكيد على جوالك. أدخل الرقم ليتم الخير بنجاح. أشعرنا برسالة عبر الواتس. ولا تنسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير. أتشرف أني مثل أمامكم في هذا البرنامج العظيم. أوصيكم وأوصي نفسي بالتبرع في وقف اليتيم. 300 ريال تكفل لك يتيم مدى الحياة. بادر وصنع لك شيء في دنياك ينفعك في آخرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلني أقول لك شيء يعجبك. أنت ممثل أو صوتك حلو أو عندك جروب جالسين تقدمون عروض مختلفة، إيش ما كان العمر وإيش ما كانت الموهبة، أنا هنا عشان أساعدك. أنت عطني يدك وخلينا نطلع للمسرح سوا. تحقيقك ويزيد يلمع طريقة، حلمك معانا يكون واقع ويصبح حقيقة. الآن في السعودية. أهل المبدع بذاته وبحضوره وبصفته، وجهه يطور حياته دايما. سكرب تلفظ دايما، سكرب تلفظ دايما، سكرب تلفظ. يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب، يطمح الأعلى المراتب دايما. سكرب تلفظ دايما، سكرب تلفظ دايما، سكرب تلفظ. ألف مبروك، 50 نقطة سلطان أهمالي. تستاهل يا سلطان.
خلصنا ثلاث تغريدات ورجعنا لكم بعد الفاصل، وسلطان عشق السلاح حقك. نبغى الاتصال الثالث، إذا جاهز بنقول ألو. نقول يا أحمد ولا ما نقول؟ أعطونا اتصال ثاني. الاتصال الأخير نشوف من نصيب من، وباقي معنا ثلاث تغريدات على بال ما تجهز الأطباق لأنها داخل الفرن الحين. ألو السلام عليكم. ألو الاتصال جاهز؟ ألو السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير. وش اسمس؟ الله ما ادري وش اسمس لكنه نعم. عبد الله. عبد الله انت؟ الرياف. يا بتنافخ الله يسعدها. طيب من تدين الخمسين نقطة؟ لا اختار، لازم تختارين واحد. مين؟ لازم تختارين متسابق واحد. من تختارين؟ بهاج ولا نواف؟ بهاج ولا نواف؟ نبغى واحد. عندها ذمة. نعطيكم كلكم 50 نقطة يا شباب. هي طلبت الكل. نعطيكم كلكم 50 نقطة. يستاهل. نعطيكم كلكم عشان الرياف. خلاص كل الشباب 50 نقطة. ما حنا. باقي معنا ثلاث تغريدات نبغى نسحب عليها. ابو علي كم باقي على الطبق ويجهز؟ باقي 10 دقائق. 10 دقائق ثانية. صادق انت ابو علي؟ اي والله. ليش؟ حرارة الفرن يعني ما وصلت للمطلوب. ما على بالي سولف وانت هرج. خلاص اجل شوي بين ما تخلص يعني. بين ما تخلص هناك يعني؟ لا لا كمل انت. خلاص خلنا نجلس هناك. طيب ليش ليش نسولف؟ اوكي خذوا راحتكم. مشينا يا معليش يا محمود، بس عطنا الكاميرات هناك يا اخي. حياة حلوة الوضع ريالتي. اليوم العجة يا ابو علي ما جاتنا بخير يا ابو علي. سلطان. من يقول؟ يلا حي الشباب. بعلك قبل نبدا التغريدات وناخذ التغريدات الثلاث اللي باقي عندنا. ريان السريح ولا نجيك هنا؟ لا لا خليك هنا ريان. ابي اسمع من سلطان الهميلي وبهاج بالثلاث ايام هذه اللي رحتم فيها الرفحه وزرتم الجمعيه، انطباعك يا سلطان وش الاشياء اللي شفت هناك عن الرحله كافه يعني وعن الجمعيه خاصه. والله ابى اقول لك شيء. اول شيء الحمد لله على توفيق الله، توفقنا في الرحله الحمد لله الامور طيبه، لا من ظهورنا ولا من اسم القناه ولا من اسم الجمعيه ولا من الاستقبال. عشنا تجربه والله العظيم انها فرصه كبيره. استقبلونا والله أهل الكرم أهل الرفحة. نعم يستاهلوا. استقبلونا بعد منسوبي الجمعية الأيتام، شفنا ابتساماتهم وضحكاتهم والسوالف في عيونهم اللي تخليك تشتغل طاقة كاملة. والله أنا من الصبح ولا بعضها من بعد الغداء ولا من العصر إلى آخر الليل وأنا ما نحس بالتعب. يا سلام. معهم عيشونا معهم قصة. شفنا الجمعية. الجمعية ما هي مجرد بس صرف مثل ما قال. الجمعية فيها تعليم، فيها فعاليات وفيها ترفيه. أنا ما بتكلم عن الجوانب كلها، أبو محمد أكيد بيتكلم عن جوانب عنده، لكن الشيء الرهيب اللي عشناه معهم إنه عشنا مع المستفيدين من الجمعية العيال الصغار دور الأيتام. يا ناس ضحكتهم وسلامهم عليكم وتفاعلهم وفرحتهم اللي قريناها في عيونهم. يعرفونكم يا ولد شيء يعني. وفرحتنا حنا اللي في عيوننا يوم شفناهم بالفرحة دي يسألون عنكم واحد واحد ويسلمون عليكم واحد واحد من المطار. هنا كل ما قابلنا واحد سلم علينا قال رايحين جمعية رؤوب. ما كان عندنا تصور كامل صح نسمع، لكن عشنا القصة كاملة في جمعية رؤوب. ايش تقول يا بهاج؟ ما زيد والله على كلام أبو عبد الله، لكن والله العظيم من يوم أنا في الطيارة معنا ناس في الطيارة كنا رايحين رفح، اقسم بالله انا في السماء باقي ما نزلنا الارض. هذا اللي شدني والله في السفرة دي، يعزمونا واحنا باقي في السماء. يا والله من طيب روس.
اي والله في واحد قال له محمد حمد الشمري والله 7 عام اقسم بالله يا عيال اذا ما اقسم بالله ننشف فريقنا حتى درجة ان الناس يطلعون فينا اي والله ويوم نزلنا ورخيص الشمري ونعم وبعد ويوم وقفنا بعد كان عندنا تصوير نتحرى الناس لاخر شيء ننزل حنا اخر ناس في واحد جلس معنا هيا ينزل الطيار هيا ينزل الا تجون تاخذون شو اسمه فنجان القهوه هل كرم بيض الله وجههم بيض الشحم واللي في الجمعيه طال عمرك اهل رفحه ما شاء الله تبارك الرحمن يد واحده كل ابوه ما شاء الله تبارك والله اني وجهت لي ناس تشتغل في الجمعيه ما تستلم راتب بالطوي هم اهل كرم وانتم تستاهلون الحفاوه تستاهل الطيب الله يطول عمرك عندنا 3 تغريدات بس قبل ما اخذ التغريدات بما معنا وقت في فعاليه بسيطه يا شباب بينكم والله فعاليتك تخوف يعني في اسئله هنا مجهزينها الاعداد عندي تخصكم انتم بالبرنامج ابسال السؤال اللي تشوفون الصفه هذه موجوده بواحد فيكم هنا اشر عليه يعني مثلا قلت من اللي لابس ازرق كلكم تشيرون على مين بهاج على بهاج اكثر واحد تشيرون عليه نبغاكم تحكمون عليه قبل ما نعلن النتائج حكم يطبقه هنا يلا جاهزين جاهزين من اكثر واحد ينام نواف الاتحي طبعا بالاجماع كل من اكثر واحد يجيب العيد على الهواء لا والله نواف في ذنبي تنا نواف يا طيب نواف العتيبي مره ثانيه من اكثر واحد يقاطع الجلسات ما انا لا والله يقاطع يقاطع الجلسات اذا ما اذا ما اذا ما فيه ما فيه السجل 4 ظهر واحد بواحد يعني ما من اكثر واحد يتعب هو يصحيكم لا يتعب يصحينا سلطان هميلي لا 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 تسوي نفسك سلطان حلو سلطان. اللي يصحيك ويسحبك برجلك من حتى في الرحله ذي في الرحله ذي في الرحله انت اتعبني انا صحيح والله يا ولدي انا طيب. بسولف من اكثر واحد ينرفزكم ينرفز نرفز لا ايه سلطان هميلي لا ريان وين تشي بهاج انا وريان نشل على بهاج بهاج وبهاج نوفي بس هو يشر بس هو يشر يبي ينجي نفسه انت ريان وين خلاص ريان وانت نواف وين انا على السلطان انت على السلطان صوت واحد صوت بهاج على السلطان معناته تعال صوتين تعال نشوف اللي بعد نبغى بام ضمير يا شباب الصب من اكثر واحد دايم عندها عند الاداره عند الاداره من بهاج اجمعنا حلو يعترف اذا انت نزلت حلو يعني نواف 2 سلطان 1 بهاج 1 لا بهاج 3 لا 1 عند الاداره 1 بس واكثر واحد ينرفز من اكثر واحد يستاذن للخروج استاذن ما عمري استاذنت انا لا 2 نواف وبهاج طيب من اكثر واحد يفقش عليكم بالسؤال يفقش عليكم بالسؤال راعي القصص ها رأى القصص الديناصورات الديناصورات والله على القصص 3 نواف العتيبي طيب باقي 2 من اكثر واحد يشخر هو نايم دقيقه يشخر دقيقه ما في دقيقه واحد ما هو موجود لا بكل ما دايم يا سلطان سلطان بالع ينشر بالع له حسير صغير تحس انه مراقب بالع بهاج لا لا اصد اصد ما موجود كذاب ينشر الصدق اصد مرات سمعت بهاج يشخر انت 3-2-1 سلطان اخر شيء هو اللي يفصل اما تعادل نجيب واحد زياده ولا ينحكم على نواف العتيبي امانه على الصدق بس بكل امانه لا الصدق امانه تكفون يا عيال ما مدي حكم والله من اللي قد حاول يهرب ولا قدر منكم سلطان هميلي انا ما ادري باجر انا كنت اتوقع حماده لا ايام الدشره الله يكينا ايام المراه حلو معناته الحين الله يهرب ابو عبد الله بس انه مروس الجدر كان يبقى واحده بس قال والله ما هو صعب علي لا والله الحكم على مين الحين؟ على نواف على نواف العتيبي 3-2-2 ابغى حكم يا شباب تتفقون عليه يطبق نواف عندنا هنا موجود الحكم سهل جدا يلا خليه طال عمرك يحط رجليه على الكنب وينزل بشم 20 كيف؟ كذي بسيط بشم قصدك لا 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 تحط رجليك هنا
يصير جسمك تحت. تستاهل، تكذب علي انا قد حاولت اهرب ما قدرت. ليه تظلم سلطان؟ سماد المخمسات، سماد المخمسات، هذا ظلم يا عيال بعيدا عن اللعب. الظلم ظلمات يوم القيامه. لا تسوي نفسك بريء، لا تسوي نفسك. والله ما عمري حاولت. يلا يا طيب حط رجلك على الكنب نبغى بشم 20. سوي بشم يا رجل، ايش بشم يا اخوي؟ التفكيش كذا ها؟ اي سر رجليك فقط هنا، الاقدام هنا وجسمك تحت. لا في ذمتك تسوي بشم على الارض. لا في ذمتك هذا حكم خوياك. غير غير يا بهاج، غير غير يا شباب، غير يا شباب. تروح لابو علي. يلا يلا دورون حكم. اه ابو علي وش اسوي مع ابو علي؟ والله ابو علي ابو عمر نفذ. خلنا مع ابو علي. لا لا ايش كسرت القحك كلهم اجمع على الحكم هذا معليش. حلو ولا تشرب ولا تشرب خمس قرير مويه. اي ذي لا لا يصب منها شوي من الربع ويصك عليها ملح خلاص. يلا خمس قرير مويه. خمس قرير ماء اي مفيده مفيده بعد جدا. خذ ثلاث صغار ولا كلهم حجم واحد. صغيره لا 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 بس معدته صغيره ما في الا واحده صغيره. نواف ما تشرب خمس قرير. ابى اشوف بطينك يقول سيف. يلا على بال ما تخلص المويه خلوا الكاميرا على نواف انا بسحب تغريدات. يلا باقي معنا ثلاث خمس يا نواف. بسم الله انت بلا تشرك بس مصيبه صار بالمرايا. ايش بتعد المراره؟ ما اقدر يا اخوان. ايش شربت اول مويه قلت بس لازم تشرب يا نواف. ما معك خمس دون الحكم. نفذ الحكم خلاص. اشرب ثنتين نواف. ثنتين؟ ايه والله. ايه والله اشرب لا توقف. اشرب اشرب لا توقف. ايوه حلو. باقي واحدة باقي واحدة. انت قلت الم مفيد تقلب دربة. انا خلطه بالأموان قلت بس. اي يلا كمل. المحار عادي احلى شيء هذا فيه الشفاء ان شاء الله. كم شربت؟ اشرب اشرب. تغريده الرابعه من نصيب بهاج الاكل ب 50 نقطه. تستاهل بهاج على الطيب. الله يبيض وجهك وجه الربع. استاهل بالعافيه بهاج 50 نقطه بعد. تستاهل الله وجهك. اخر تغريده بعدين نروح لابو علي. بالعافيه حبيبي الله يعافيك بهاج 50 نقطه. تستاهل يا بهاج. كذا خلصنا اعزائي المشاهدين والمشاهدات ثلاث اتصالات زائد ست تغريدات زائد الاسئله اخذناها من الشباب والحكم حق نواف. كم نقاط يا ابو معدتي فاضيه؟ والله ما ادري بس اتوقع انهن ستة وخمس. يا ست كامله يا خمس. يستاهلون والله العظيم. ابو علي جاهز ال ذق هو اكتب النتيجه. يلا ابو علي نبدا بالتذوق. يلا جاهز. على بال ما يتذوق ابو علي بما ان سلطان وبهاج توهم جايين من الجمعيه ابغى من ريان ونواف يتكلمون عن الوقف العظيم وقف الايتام في البلد الحرام. نواف ايش تقول؟ اقول شو اسمه؟ لا اله الا الله. اقول يعني ما يحتاج ان نفكر حتى في اليتيم، المفروض ان مفكرين فيه قبل لا نفكر. فلازم يعني نعينه ونعاونه، ما له الا الله. ثم حنا يعني لازم نتكاتف وكل ابونا يعني ربع تعاونوا وما ذلوا. يا سلام. فلازم ان نتعاون على البر والتقوى حتى وان نعين اليتيم ونعاونه. فتبرعوا 300 ريالك في البهاء يتيم اجر لك مدى الحياه، ومو بلازم يعني 300 ريال اذا انت ما عندك استطاعه، مو بلازم 300 ريال يا اخوي. 10 ريال 10 اليوم بكره بعده عادي. 5 ريال ريالين لو مثلا 100 واحد 100,000 واحد دفع 100 دفع ريال فكان جت 100,000 في دقيقة بسيطة واحدة. فتكاتف وتبرع باللي تقدر عليه. يجزاك خير. ريان ايش تقول؟ هلا يا ابو عابد. انا شفت الشباب قبل شوي ايش قالوا لنا، قالوا لنا مشاعر اليتيم نقلوها لنا. صوت فرحته في عيونه سواء في كلامه سواء في جلسته مع العيال. هذه اللي تكفيك هذه الفرحة. فحرام ان احنا نحرمه من هالوقف ولا نتبرع فيه. في بادر وفي التبرع في كلها كفالة يتيم 300 ريال. الله يكتب أجرك. واليتيم حنا اللي بحاجته، ما هو اللي بحاجتنا. يعني الصورة اللي ذكروها الشباب والشيء اللي شافوه في رفحة يعني أتوقع
ان هذا الشيء بحد ذاته يكفي. خلونا نروح لابو علي. جيك يا ابو عابد. ايه تعال والله لا يهينكم. لا ان شاء الله في تقرير بعد جاهز ان شاء الله بيعرض باذن اللي ما تنام عين. ايه طبعا ابو علي قاعد يذوق تعيشون القصة كاملة. والله يا عيال يعيشنا شيء تعب. شريفكم تعب. اطلق شيء تعب حتى ما نشوف. بس ممتع. التعب ممتع. الله الله الله. كانها شو يسمونها؟ كانها مطبق مطبق مطبق. كانها مطبق. شباب ريان انت هذا لمين هذا؟ الكل هذا صح؟ اي لهم خلاص لا مو بلنا لمين؟ احلف عالسجن عالسجن عالسجن. تدري عاد وش الشيء المؤسف اللي الناس اللي راح يكون في السجن اليوم في المرايا اليوم لا. ما راح اكون معهم يعني ف الوقت فزتوا بالوقت لا تشيلوهم من اللي فاز؟ الفريقين فوزكم بالوقت يا ولد احنا فايزين بالطعم تمام وبالنظافه يعني الفريقين فازوا بالوقت جهزوا لي شكل 25 ابو علي النتائج ابو علي حط النتائج هناك عشان ما يشوفون الشباب ابشر حبيبي ليش عم تطلع ما طالع القرعه جاهزه حقت يوم السبت ناخذ القرعه اعطونا القرعه على بال ما يعلن النتائج او يكتب النتائج ابو علي ستوب هذا اسبوع جديد 25 نواف العتيبي ستوب انا حمادة عند حماد ستوب في ذمتي ضاح الشمري ستوب 25 سعد الشهري هذه قرعة يوم السبت بإذن الله ناخذ واحد زيادة يا شباب علشان لو طلع أحد يكون بديل ستوب شاك فيني أنت لا ليش ناخذ بديل هو يوم السبت يوم السبت ما يحتاج برايم في الليل ما يحتاج أربعة كافي يعني يوم السبت طبخ إيه إلى نهاية الأسبوع الجاي إن شاء الله. عندك في البرنامج. بعد بكرة. زينة فرصة لك تأخذ نقاط. شوف أبو علي إيش قاعد يسوي. هو نازل برايم من الجمعة الله يحييك. إيه والله تكفى يا غالي. الوقت 25 طعم هنا 20 29 45 50 70 90 كيف؟ هذه 10 ما علينا خصومات هذه 15 طعم هون 15 طعم هون 25 الوقت 25 2 ما في مشكله لا تطلع الوقت 1 الشكل ريان 25 الشباب 20 الشكل عندهم ادنى اقل حلو نظافه 15 25 هون 15 25 30 40 40 40 60 65 65 65 و 25 70 90 حلو هنا 25 45 50 70 80 85 مضبوط هات لعد لك هاي ثاني مره 15 25 40 صح و 25 65 65 و 25 70 80 يلا يا شباب بس تعالوا هنا عشان نعلن والفريق الفائز اتمنى انه يزف الشباب الى المرايا لاني انا ماشي ان شاء الله الى القصيم باذن الله حركات ايش رايك يلا ما شاء الله يقول لها سلطان توقع تفوز ان شاء الله توقع ولا متاكد ان شاء الله والله ما ذقت الطبخه لكن من شكلها ونظافتنا تامه وقتنا تام بهاج تفوز 100% حلو حبيت الثقة تعجب نواف تعجبني ثقة بهاج بس للأسف الثقة غير في محلها وريان ايش تقول؟ أنا اليوم أقول أصرح بهذا المكان لأول مرة أفوز مع العنقود نواف العتيبي مع العنقود ولا آخر العنقود؟ آخر العنقود يعني ناس كثير هو يعرف آخر عنقود عنقود بعد أول عنقود طيب أول شيء أنا استسمح من الفريق الخاسر إني ما راح أكون متواجد معي في المرايا اتمنى منكم تنبسطون تستانسون عليك هم عاد ايش نجوا واتمنى من الفريق الفائز ما يبخل على الفريق الخسران يعني شلون يعني مويه عصير سوالف ان شاء الله والله ما اجيب لكم شيء ان شاء الله ورا حتى انا باجي والله ما اجيب لكم شيء انا جالس معك بالحال ما نفسي تجيب لي ورا شيء طيب لو كان بهاج سلطان اللي هم في المرايا هذا مستحيل الشيء لا هذا احنا بنعطيهم ان شاء الله اجل دامه مستحيل يا بهاج الف ألف ألف مبروك النواف وريان العامري الفوز اليوم في فقرة غدوة يا سلام يا سلام يا الكسر أخيرا أخيرا فزنا والله بعطيك إياه أخيرا دخلنا المرايا بعطيك إياه أنا عمر تدري إيش قال؟ إيش قال؟ أنا عندي اعتراض وقف الله
عندي اعتراض. عندي ابو علي يقول يوم جينا الحين بعد. طيب ممكن اقاطعك نص دقيقه او نص ثانيه؟ الاعتراض ما راح يغير شيء. لا لا بس خلينا نمشي عشان لك بس بقول لك عشان ابرر. حلو. ابرر كيف يا استاذ بهاج؟ لماذا؟ هذه ثاني مره. لان التقييم مو عندي. الوقت نخلص يعطينا نفس الوقت. طيب ايش الفائده من الوقت؟ يقول اعطيتكم كلكم يعني ما في فائده. اي لان الوقت خلصتم كلكم بنفس الوقت. انا جاي هنا قبلها. انا دقيقه بهاج. دقيقه. 700 اللي جتنا. دقيقه. دقيقه. حلو. انا جاي هنا قال لا تحطها في الفرن. طيب اعطيني نص درجه الوقت. لا تعطيني اياها كامله. يوم جينا بعد فاصل قال ترى اعطيتكم كلكم نقاط الوقت. اي لان الوقت كلكم نفس السالفه. ما في فايده ان اعطاني ولا خسرني اذا انا وياهم تساويين في الوقت. ما خلصتم انتم طيب. الوقت جميع. كيف ما خلصنا؟ الوقت ما خلص. الا خلصت قبل خمس دقائق لو حطيتها. لو حطيتها ما راح تنضج. ما دقيقه ما انضجت يصير انا اخذ نص الوقت وهم ياخذون صفر الوقت. لان انت الوقت ما دخلها. هذا التقييم عند ابو علي انا ما لي علاقه. والله غلط والله. ولكن غلط. شوف الله يبارك لهم ويوفقهم. لكن والله ثم والله ثم والله انه غلط وانها اكثر من مره. شفت الشيف. الكلام هذا كله حقك من ابسط حقوقك ولكن انا لا لي لا ناقه ولا جمل. التقييم عند الشيف انا عندي اداره الفقره فقط كتقديم. مشينا يا شباب على المرايا. اتوقع ابو علي يقول الطعم عندهم سيء. ممكن ابو علي مشخصنها انا اعرف. قل ليش يقول